هل تؤثر هذه الإجراءات على المواطنين في قطاع غزة؟ بكل تأكيد هذه مثل هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر وبشكل حقيقي على المواطن الفلسطيني، على الصياد الفلسطيني، على كل من يقترب من هذه النقطة المنطقة العسكرية التي أقامها الاحتلال. وبالتالي إذا ما شاهدنا مسيرات العودة التي تتوجه إلى هذه المنطقة يعني عصر كل اثنين من كل أسبوع، الاحتلال عبر عن انزعاجه الكبير ويعني قدم شكوى للعديد من الوسطاء الذين يتواصلون وكانوا يعني لهم الوساطة الكبيرة في تنفيذ اتفاق التهدئة الأخير أو تنفيذ اتفاق التهدئة لعام 2014. بكل تأكيد الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أحد أن يقترب من هذه المنطقة على اعتبار أنها منطقة أمنية وعسكرية مغلقة. الاحتلال الإسرائيلي بهذه الإجراءات بكل تأكيد هو يشدد الحصار ويضع أي مستقبل لحالة الهدوء في مهب الريح. بكل تأكيد هذه محاولة الاحتلال لقتل الفلسطينيين عند هذا الحاجز البحري بكل تأكيد من شأنه أن يصعد الأوضاع بين لحظة وأخرى. كل هذا الواقع الذي جسده الاحتلال الإسرائيلي ينعكس بشكل سلبي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نعم. طيب بعد نجاح المقاومة الفلسطينية عام 2014 من التسلل ودخول يعني بعض عناصر القوات البحرية لحركة حماس إلى موقع زكيم الموقع البحري الإسرائيلي، يعني برأيك هل باتت التجهيزات أو تجهيزات المقاومة الفلسطينية تؤرق دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني أنا اسمح لي أن يعني أن أصحح كلمة تسلل، هي ليست تسلل، هو نجاح عسكري بسجل المقاومة الفلسطينية. نعم. إذا يعني كما شهدنا في عام 2014 نجاح واختراق أمني كبير للمقاومة الفلسطينية لهذه الحدود البحرية ولأول مرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية، بكل تأكيد سنشهد مزيد من العمليات التي كما عودتنا المقاومة أنها لا تيأس ولن تيأس ولم تيأس في أي يوم من الأيام، على اعتبار أن إمكانية التطوير وتطوير القدرات وتطوير الأساليب وتنويعها بين مرحلة وأخرى هي من شأنها أن تثبت أن المقاومة الفلسطينية قادرة على اختراق مثل هذا الجدار الصخري كما أفشلت القبة الحديدية كما يقولون وأصبحت قبة كرتونية، واستطاعت الصواريخ الفلسطينية أن تصل إلى بلادنا المحتلة. المقاومة الفلسطينية بكل تأكيد قادرة على أن تخترق هذا الجدار البحري الذي بكل تأكيد لن يشكل أي عائق ولن يكون أي حجر عثرة أمام أي مواجهة فلسطينية قادمة. هكذا عودت المقاومة الفلسطينية.